السلام عليكم، يعطيكم العافية، كيف حالكم؟ معاكم محمد الأسود. يوم بدي أحكي عن موضوع غريب عجيب، أتمنى أن الصوت يكون جيد لأنه يعني أخذت فترة عبين ما قدرت أني أضبط أمور الصوت. طبعا اليوم في هواء، أنا موجود في ولاية فلوريدا ففيها هواء. مبارح كان في عاصفة استوائية. فموضوع اليوم اللي بدي أحكيه بسبب وجودي في فلوريدا. وفلوريدا طبعا زي ما انتم عارفين هي ولاية التقاعد، فأغلب الناس اللي موجودين هون هم بيكونوا متقاعدين. الاشي اللي بيخليني انشد لاني احكي بهذا الموضوع، وطبعا هو اشي حزين يعني ما بكونش مبسوط نهائيا، اللي هو موضوع الناس الكبار في العمر والوحدة اللي بيعيشوها في هذا المكان. بيعيشوا هم وحدة ما حدا بدرى فيها إلا الله سبحانه وتعالى. في الفترة اللي راحت كنت موجود مع عيلة أمريكانية، فحاولت أني أستوعب وأفهم الفكرة اللي بتصير، إنه ليش هيك بصير، شو ردة فعلهم، شو رأي الأولاد، ليش بيعملوا هيك الأولاد مع أهليهم. وجدت إنه واحد من الأسباب، طبعا غير الأسباب اللي احنا بنعرفها اللي هي إنه هو مجتمع فيه استقلالية، يعني مجرد ما الولد أو البنت وصل عمر 18 بسحب حاله وبرحل، بيطلع بيعيش لحاله. هذا سبب. سبب الثاني عدم الترابط الأسري اللي له أسباب كثيرة اجتماعية وممكن منها أسباب دينية. شو قصدي؟ قصدي إنه ما في تركيز على الموضوع بر الوالدين، سواء في الديانة المسيحية أو الإسلامية عند الناس اللي عايشين هون. فأنا يعني كلامي ما ينفهم على إنه انتقاد للديانة، لا، أنا بحكي ممكن يكون في بعد عن الدين أو مفهوم الديني صار شوي مختلف، فمش كتير مهم الموضوع بالنسبة لأغلب الناس. العامل الثالث اللي هي الخلفة بكير، أو إنهم بيخلفوا اثنين وبيكونوا هم في العشرينات، يعني أغلب خلينا أقول أغلب البنات هون بتخلف وهي في عمر 26 23 ل 35، يعني بتكون خلص. فهذا السبب يعني أنت دائما فكر فيها. كثير أنا كنت أسمع ناس بحكي لك خلف بكير بتشوف أولادك قدامك، وهذا الإشي يعني صح وغلط. لما أكون أنا شباب ما بلزمنيش، شوفوا سبحان الله جمال النبات، ما بلزمنيش أولادي يكونوا جنبي. أولادي رح يكونوا في المدرسة وأنا رح أكون بشتغل وبسوي قصة نجاح، أموري تمام. لما أكبر صير عمري 70 سنة، لما أكون أنا خلفت أولادي على 25 للثلاثين، 35، 35 ضيف عليهم 20 سنة، 55 سنة، بيكون ابنك عمره تقريبا 20 سنة، بيكون جامعة، بده يخلص الجامعة، بده ينطلق بعدين على حياة العمل، وانت لسه بتكون شباب. يعني الولاد خلصوا وطلعوا من البيت وانت لسه شباب، وراح تختير لحالك. يعني هذا الاشي اللي انا بفكر فيه. شوفوا كيف الناس هنا عادة بيطلعوا بدون ملابس، لبستهم الرسمية الشباح. ليش؟ لانها يعني فيها واجهة بحرية قوية جدا. مش موضوعنا، نرجع. فالفكرة يا جماعة الخير انه الواحد، يعني انا هذا الحكي بفكر فيه مش بفتي، بس بفكر
انه الواحد ماشي خلف لك 2-3 وانت صغير، سبحان الله انواع مختلفة من الاشجار، خلف لك 2-3 وانت صغير، وبعدين بدك يكون عندك برضه كمان خلفة، سبحان الله. هذا هاي الإجوانة بس مش قادر أوجيكها لأن الدنيا مش شمس. الإجوانة كائن هيك سحلية زي التنين شكلها، فدائما بركضوا وأنا بخاف، مش بخاف منهم، بخاف لأنه الولاية فيها تمسيح، فدائما بيحذروا الناس إنه ضلك داير بالك. فالمهم المفروض الواحد لما يكبر يعني على 55 يكون عنده مثلا، أو على 40-45 يكون عندك خطة لأنك تخلف كمان. ليش؟ لأنه أنت راح تحتاج هدول الناس الأولاد في فترة كبرك. طيب هلأ الناس راح تفكر أنه أنا قصدي أنه راح احتاج هدول الناس عشان يساعدوني أو يصرفوا علي. لا، الفكرة أو القصد اللي أنا بقصده أنه لازم يكون عندك أطفال عشان أنت حياتك ما تنتهي بفكرة أنه أولادي كبروا وخلص. يعني إن شاء الله أنه الهواء ما يأثرش على الصوت إن شاء الله. يعني أنت وصل عمرك 55 سنة، تخرج أولادك من المدرسة وراحوا، بتصفي انت ومرتك في الدار لحالك. لو كان عندك صغار بيكبروا في هاي الفترة، بيكبروا وانت في فترة 60 و70 وبضلوا حواليك. طبعا هذا انا بحكيه الحكي، خليني ارفع المايك. انا هذا الحكي بحكيه من باب ايجاد حل، يعني لانه هاي الظاهره بلشت تتسرب لمجتمعاتنا انه الاب والام لحالهم، الاولاد مشغولين ومش راح يقدروا يساعدوا اهلهم او بيضطروا انهم يسافروا يتغربوا. طبعا هو الحل الاحسن انه الانسان يربي اولاده على موضوع بر الوالدين، لانه هذا موضوع جدا مهم وفوائده مستحيل انك انت تقدر تحصيها. فلو كانوا الاولاد عندهم بر والدين في هاي الفترة من حياة اهلهم، لو صار عمر الاهل 100 سنة والاولاد لو صار عمر الواحد فيهم 70 سنة بيكون في بر والدين وبتكون ما في مشكلة، مش راح يواجهوا هاي المشكلة اللي احنا بنحكي عنها. بتذكر زمان كنت اروح اصلي في مسجد في ضاحية الياسمين اسمه مسجد صبحي الحاج حسن، ففي زلام 2 ختيارية، واحد منهم يعني خلينا نحكي في 90 وواحد منهم في 70، بس طبعا 2 ختيارية، يعني قول هداك 94 وهذا 67 هيك اشي، 2 ختيارية. فالختيار الصغير راح يشرب مي، فجاب للختيار الكبير كاسة، فالناس حكوا له انت قادر تساعد حالك، تجيب له خليه هو يروح يشرب. حكى لهم هذا ابوي. فموضوع بر الوالدين مش مقتصر يعني على عمر معين او على شغل معين، هو مقتصر فقط على طريقة التربية، طريقة التربية وكيفية ان الانسان بيكون حابب يطلع أولاده. وطبعا هي كمان توفيق من الله انه قديش ممكن انت تتوفق في تربية أولادك، لانه برضو بدخل في تربية الأولاد العامل يعني هم النفس تبعتهم، مش يعني مش بس انت بتربي. احنا شفنا كثير ناس بتربي بيطلع أولادهم سيئين، شفنا كثير ناس بتربي نفس التربية ولكن بيكون الجاهزية عند أولادهم موجودة إنهم إيش، إنهم يطلعوا كويسين. فهذا الموضوع من يوم ما جيت وأنا يعني
بالي مشغول بعرفش ليش، بضل أفكر إنه شو اللي بينتهي في العالم كون عمرهم هيك وفي البيت لحالهم، حياة مملة حتى لو كانت حلوة. يعني زي ما أنتم شايفين هاي البيوت بيوت حلوة وجميلة، ولكن الحياة مملة، بتكون مملة قاتلة. وتخيلوا يعني هدول الناس يعني ممكن إنه ما يأكل، يعني أي إشي هيك في الميكروويف ويأكله لمدة أسبوع أسبوعين ما بطبخه، ووجع ظهر، وناس كبار يعني صح بنشوفهم بيمشوا هيك بس في وجع ظهر وفي حياة مملة. فهذا الموضوع والله كان جدا يعني شائك بالنسبة إلي، ضل يخطر في بالي، فقررت إني أطلع وأسوي هيك حلقات، أصور أحكي يعني بحيث إنه بركي إنه نقدر نوصل أفكارنا أو إنه الناس تستفيد تشوف حل، ما بعرف. بس هيك يعني طلعت، أنا حبيت أحكي، حبيت أورجيكم هاي الجولة الحلوة، إن شاء الله إنه تكونوا انبسطوا. اترك تعليقك واحكي لنا أنت من أي بلد، واحكي لي كيف الوضع عندكم، يعني البلد اللي أنت فيها كيف الوضع عندكم، كيف وضع بر الوالدين، كيف الأمور هاي، احكي لي هاي الأشياء يعني عشان نستفيد ونقدر نطلع بفكرة معينة، بركي إنه الناس اللي ورانا يستفيدوا. شكرا لكم، كان معكم محمد الأسود، لا تنسى الاشتراك في القناة، تقترح لي مواضيع أحكي فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.